توفت من 4 سنين مشاكل بالرواية على الأكسجين، أصغر مني وتحط أكسجين، وفي كذا حالة كانت هون بالحي. هو معمل معمول للغاز كمان، بس عم يستعملوا للفيول على الفيول، والفيول النوع تبعه سيء، ما كان يستدرج إلا عروض سيئة، غني بالكبريت وغني بالمونوكسيد دازوت يلي هو مواد مسرطنة ومواد بتأثر على الصحة العامة، خاصة على الجهاز التنفسي وعلى الجلد.